قطعة ألماس وزن 59.6 كيرات معروفة باسم بيك ستار رح تنعرض بمزاد الشهر المقبل، ومن الممكن يوصل سعرها لـ60 مليون دولار. بينك ستار هي أكبر ألماس زهرية حسب المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة. المدير العالمي لأحدى المجوهرات العالمية اعتبر أنه السجل الحالي للألماس الوردي كان للألماس جراف بينك يلي بيبلغ وزنه 24.78 قيراط، وهو نص حجم بينك ستار، وانباعت بجنيف ب 46.2 مليون دولار عام 2010. نقطة من دمك بتساعد خيك الإنسان، هيك لازم كلنا نلبي النداءات الإنسانية. دي أس سي هي جمعية غير حكومية بتقدم الدم للمرضى المحتاجين. تنتعرف أكثر عن هالجمعية ما نستقبل معنا الأستاذ عبدو سعد. أهلا وسهلا فيك. Thank you. أهلا فيك عبدو. يا هلا. هيك بدنا بالبداية تعريف من حضرتك عن الجمعية. دي أس سي stands for donner sans compter، أو العطاء بلا مقابل. نحن جمعية غير حكومية مثل ما قلتوا، منساعد الأشخاص يلي بحاجة لدم عبر قاعدة بيانات. يعني إذا حدا اتصل فينا وعايز دم، نحن منودي له متبرعين أشخاص يتبرعوا له، أو عبر حملات بنعملها عطول بالتعاون مع مستشفيات. منروح على محلات عامة مثل الجامعات، مثل الساحات، مثل الفستيفلز، وحتى كنا هون بالـ LBC مش من زمان، يمكن من سنة أو شوي أكتر، بالتعاون مع المستشفيات وأبو نقطة الدم، كرمال نغذي مخزون المستشفيات، وكرمال بس يكون في عالم بده دم يكون في دم جاهز، مش يركضوا ويفتشوا هني على المتبرعين وعلى الدم. قدي صار لها الجمعية؟ صار لها رسميا من سنة 2010. ولكن هي كحركة كانت شوي قبل، يعني بسنتين أو ثلاثة، ولكن العلم وخبر 2010. عبدو ريتك بتخبرنا كيف بتصير الإجراءات لما لحدا الشخص بتبرع بدمه؟ كيف بتصير عملية التخزين، عملية التنظيف وتنقية الدم؟ يعني هيدي الإجراءات كيف بتصير عادة؟ تقليك شغلي، هلأ نحن كجمعية اختصاصنا أكتر هي على المتبرعين وعلى تحميسهم وتحفيزهم أنه يجوا يتبرعوا، يعني تأمين الدم. Exactly. تأمين الشخص يروح يتبرع. هلأ كيف بتصير عملية التبرع إذا حدا بيحب يروح يتبرع؟ أول شيء عليه تعبية استمارة يلي هي بتكون خاصة بالمستشفى أو ببنك الدم، تياخدوا المعلومات عن الشخص قبل ما يروح يتبرع، ولا يتأكدوا يسألوه كم سؤال يتأكدوا أنه صحياً هو بيقدر يتبرع بالدم. من بعدها بيخضع على فحوصات سريعة تيتأكدوا من ضغطه إذا ما عنده فقر دم، وإلا منكون عم نأذيه لإله. ومن بعدها إذا كل شيء أوكي بيتبرع، بتاخد العملية حوالي 10 دقايق، ومن بعدها بيتاخد الكيس بينعمل عليه فحوصات بعد زيادة ليتأكدوا طبعًا أنه ما في شيء أمراض بقلب هذا الدم. Exactly. ومن بعدها بتروح بتوزع هذا الكيس لمرضى ولأكثر من مريض. على فكرة هيدا يمكن معلومة مش كل العالم تعرفها، أنه كل متبرع فيه ينقذ حياة 3 أشخاص حتى، أكثر من لأنه شخص. الدم بس يتاخد بينفصل، مش بس بيروح كله سوا مثل ما هو عند المريض. في كذا قسم بيروح، كل واحد منهم فيه يفيد مريض مختلف. حلو. يعني نحن دائما بنسمع عبدو انه بيوصلنا مساجات بليز كول فور هيلب، مثلا بحاجه لدم فئه كذا كذا. ليه في ليه مش دائما بنلاقي دم نحن مثلا بقلب المستشفى اذا شخص مثلا فايت يروح يعمل عمليه؟ ليه ما عندنا البنك الدم بيأمن هذا الشيء؟ تقلك ليش، نحن عندنا سيستم بلبنان يلي متبع من المستشفيات او من بنوك الدم، هو سيستم تبادلي. يعني اذا حدا بده دم في بقلب المستشفى، مش انه ما في، ولكن على طول ما يطلب هو في المقابل. يعني وبحط اوقات الضغط يعني على الاهل لدرجه انه بيقولوا له حتى ما بتبلش اوقات العمليه وما ببلش العلاج حتى تامين الدم او الوحدات المطلوبه. ومن هون بيجوا النداءات، لانه العالم بالاخر عن جد بيكونوا خلص ما عندهم شيء بقى يخسروه. وللاسف بتصير القصه، يعني سوري على الكلمه، مثل شحاده، انه بليز حدا يساعدني. ومن هون بنشوف النداءات يلي بتطلع على طول على الفيسبوك، على الواتساب، على حاجه ماسه صح مزبوط، على الراديو، على وين ما كان. رح نشوف سوا بلاير ومنتبه سوا معك عبدو. Thank you.
هالبلاير ما بحس حاله إلا معني، يعني ما نحس حالنا نحن مش معنيين. إن شاء الله أكيد ما بنحتاج، ولكن ما حدا عراسه خيمة، كلنا ممكن نكون معرضين. يريد هيك بتشرح لنا البلاير اللي شفناه، شفنا أسماء دول خارج لبنان. مزبوط. شرح لنا أكثر. حملة الحل بإيدك هي آخر حملة أطلقناها من وراء الطلبات اللي كنا عم نحكي عنهم، يلي على طول منشوفهم عم بيكونوا عم بيوصلوا على الواتساب وفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي. الفكرة هي كانت انه عكترة ما صاروا هالطلبات عم نشوفهم كل يوم، للأسف تعودنا وصار يمكن الشخص حتى بيتجاهلها. فقررنا نحن انه طالما يمكن الأشخاص بلبنان صاروا عم يتجاهلوها، ليش ما منشوف الأشخاص برات لبنان إذا شافوا طلبات دم لأشخاص عم يتعالجوا هون شو رح يكون رأيهم بالموضوع؟ ومن هون حطينا أفيش أو إعلانات بدول عالمية، حطينا بمدن عالمية، ببرلين، بموريال، بريو، بأكرا، بأستراليا، وين ما كان، وين ما كان حطيناه هون. ساعدونا كتير أشخاص متطوعين بأصحابنا، وصلوا لنا الخبر لهونيك، وصار كل ما حد أن يقطع على لفت نظر اللبنانية اللي عايشين برا، خاصة أنه الطلبات مكتوبين بالعربي. نعم. هن أكيد بطبيعة الحال الطلبات مش مزبوطين، ولكن كان الهدف منهم لفت النظر أنه إيه معقول نوصل لهون، معقولة أنه ما حدا بلبنان عم يتبرع، ووصلت الحالة أنه نروح نطلب من اللبنانية برا أو حيلا حدا بيقدر يساعد. وكان من هون هدف الاستوغان تبع الحملة أو الهاشتاج اللي هو الحل بإيدك، لأنه حرفياً حل بإيدك نظر. بس شخص بيتبرع. وتاني شغلي لأنه كمان في كتير أشخاص يمكن ما بيعرفوا إذا هن بيقدروا إيه ولا لا، أو إذا في حال صحياً ما بيقدروا، عليهم بالقليل إنه هن يكونوا جزء من الحل ويحمسوا اللي حواليهم ليروحوا يتبرعوا. لأنه بالآخر نحن بلبنان مش إنه عنا نقص دم، كل العالم فيها دم طبيعة الحال، ولكن عنا نقص متبرعين. ومن هون وما في شيء عم بيشجع او عم بوعي العالم على هذه الاهميه، ومن هون بنشوف على طول هيدا النقص وهيدا النقص. لو نحن عنا ثقافه التبرع الطوعي، يعني انا على طول بنزل بتبرع وفي كل شيء بحمسني لاعملها، ما بيكون عنا نحن نقص بلبنان. من بعد الحملة اللي قمتوا فيها، كيف كانت ردة فعل العالم خارج لبنان، وكيف كانت هذه مثل ما قلت لك في عالم عن جد تفاجئوا انه معقوله توصل الحاله لهون. وصار الاهم بالموضوع هو انه عرفوا اهميه، خاصه الاشخاص يلي بلبنان يلي بيقربون، عرفوا انه في ازمه عن التبرع بالدم بلبنان، يعني لا سمح الله ما حدا بيعرفها غير ما هو يقع فيها. اكيد طبعا ما في شيء يعني غير هيك بيسمع، يعني من بعد الكامبين بتحس انه صار في حركه تبرع بالدم. ليك تقول لك شغله، اكيد احنا ما بنتوقع انه من وراء كامبين وحده خلص تنحل، ولكن بالقليله ضوينا انه في مشكله. هذا اول هدف وصلنا له. هلا في كمان اكيد فاز 2 فاز 3 بعد من الكامبين ما خلصت هون، ولكن نحن بالاول ضوينا انه في مشكله يا جماعه. ما بقى تتجاهلوا كل شيء عم بتشوفوه، في ازمه. تاني شغلة رح تكون الله راد بس نوصلنا كامبين جديدة، وبتكون ضيفنا أيضا عبدو الله راد أكيد وتنحكي عنا، ويعطيكم ألف عافية. شباب مفتخر فيكم، وأنتوا عم بت يعني في أشخاص بيكونوا عم بيموتوا أنتوا عم تنقذون، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بتنتهي حلقة اليوم تحلى الحياة، نرجع نلتقى فيكم بكرة. باي باي.